صاحبة الأداء الممتاز هنا تنأى بالشعار إلى عالم الناموس. سلام يا الخيارين، سلام سلام نشرة، سلام سلام على هذا الاندفاع، سلام على هذه السيطرة، سلام على هذا الحفاظ على المستوى الراقي وعلى الحفاظ على المركز الأول من البداية وحتى خط النهاية. رغم المنافسة المشتعلة إلا أنها سيطرت على المركز الأول، تانينا والناموس المركز الثاني. هذا السباق وفي هذا الشوط هو تحديدا بالفعل يا أبو محمد، تحديدا في هذا السباق أبرزها وأفضلها على الإطلاق بارود. إذا تهانينا لمالك بارود غانم بن سيف الخيارين على هذا التميز وعلى انتزاع هذا الشوط، وسلام لهل الخرسة على سلام. أسعد الله صباحكم بهذه المناسبة، بمناسبة فوز بارود بهذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك بارود غانم بن سيف الخيارين المركز بالنواميس وكذلك بالرموز. ها هو يتألق مع الوطن ومع أقلى اسم الوطن، تحتل المركز الأول لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل. فالتضمير 10 على 10 يا بن جهويل، 10 على 10 يا بن جهويل، يا سلام. الله الله الله، ها هي الوطن مشاهدين الكرام تصل بأمان وسلام. تهانينا لصالح بن حمد القمرة على فوز الوطن وتحقيقها بالمركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني القعي بالفعل بارود، بارود لعلي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الثاني، ولكن كلاس كلاس مع الصدارة مع الانطلاقة لجابر بن علي بن جرحب المري للمرة الثانية في السباق المحلي الثالث وفي السباق المحلي الرابع يكرر الإنجاز ومع المركز الأول دائما، ولكن بارود مع علي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الثاني، ولكن خلاص كلاس كرر الإنجاز وكان بطلا لهذا الشوط وحافظ على هذا الإنجاز لجابر بن علي بن جرحب المري الثاني. والتبريكات الغالية تنتزع المركز الأول، غالية النقطة الثانية للخيارين، النقطة الثانية لهذا الشعار، شعار سيف بن محمد بن زايد الخيارين كما ذكرت غالية. وعادت ملوح، عادت ملوح لتطحن المعركة في هذا الشوط. ملوح وغالية، ملوح وغالية، غالية مشاهدين الأعزاء هي الأقوى في هذا الشوط، غالية هي الشوط شوط غالية، غالية هي الأبرز وملوح خطيرة اللحظات الأخيرة. غالية غالية ملوح، غالية غالية مشاهدينا الاعزاء، غاليه تهانينا تهانينا والناموس لمالك غاليه سيف بن محمد بن زايد الخيارين المركز الثاني. يسعد صباحكم يا اهل العوينه، هنالك على حصول الكايد على المركز الاول ناموس يا اخوي غانم، ولكن عجلون مع غانم بن سيف الخيارين مع المركز الثاني. اللحظات الاخيره، اللحظات الحساسه، اللحظات والامتار الحرجه، الكايد على المركز الاول، عجلان على المركز الثاني، الكايد مسيطر كل السيطره هنالك بانطلاقته بشعار غانم بن منصور الخيارين، ولكن عجلون بدوره مع المركز الثاني مع غانم بن سيف الخيرين، ولكن الكايد هو من حسم الموقف وهو راعي هذا الشوط لغانم بن منصور الخيرين. زهرة المري والثلاثمية متر الأخيرة، ويبدو على بأن السائحة هي التي ستحظى بشرف الناموس، هي التي ستحقق المراد، هي التي ستحقق المركز الأول. سلام سلام يا السائحة، سلام على هذه السيطرة وعلى هذه القوة منذ البداية وحتى خط النهاية، إلا أنها حافظت على هذا المركز الأول. تهانينا إذن لمحسن بن زهرة المري على فوز السائحة بناموس هذا الشوط المركز الثالث. سلام مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني، يا سلام الله الله الله، ولكن هنا الفارس يتحرك في المركز الثاني، الفارس لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، وهنا كذلك سلهود في المركز الأول للسيد مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني. الله 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 الله، الفارس الفارس، ولكن سلهود سلهود يحتل المركز الأول، مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني هو المسيطر، هو المتسيطر، هو صاحب الناموس، هو صاحب الكلمة، هو صاحب أفضل كلمة مشاهدين الكرام. تهانينا لمسفر بن مبارك من
مسفر الشهواني على فوز الهود من المركز الاول المركز الثاني الفارس. ارفع لك القبعه يا فهد، ارفع لك انا القبعه تحيه واحتراما على هذه المواصيل التي وصلت اليها هدير من الضمر الممتاز والاداء الممتاز. تهانينا تهانينا لمالك هدير فهد بن سيف الخيارين وايضا غانم بن سيف الخيارين. يا سلام يا سلام يا سلام، تقترب من خط النهايه يرحب بقدومها والنقطة الثانية أو الثالثة. تهانينا على هذا الفوز المستحق هدير مشاهدينا الأعزاء، تصل بسلام وأمان إلى خط النهاية لحظات الوصول. تهانينا لفهد بن سيف الخيارين. ولكن الله الدول 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 الدولي انطلق مع المركز الاول، انطلق مع الصداره بشعار من سعيد بن زايد الخيرين، هنالك مع المركز الاول برزان، مع المركز الثاني غانم بن منصور الخيرين، مع المركز الثاني اللحظات الاخيره الدولي ولا برزان، برزان ولا الدولي، الدول الدولي حسم الموقف وكان بطلا لفعاليات هذا الشوط الثاني. والتبريكات لسعيد بن زايد الخيرين على حصول الدولي على المركز الاول. صار قدما نحو الناموس، سلام على هذا الصراع القوي وعلى هذه المنافسة المثيرة. الوجبة حتى الآن أداء تلقائي ولكن صدرت التعليمات على الوجبة، انطلقت الوجبة، الوجبة مع الناموس، الوجبة مع المركز الأول. سلام بن عقيل، سلام سلام البرنس على هذا الفوز وعلى الوجبة على التي انتزعت المركز الأول. تهانينا ايضا لجار الله بن محمد بن عقيل المري على فوز الوجبه بالمركز الاول المركز الثاني. يا مشاهدينا الاعزاء غيرت الموقف ويقلب الطاوله المحترف في هذا الشوط. يا سلام النقطه الرابعه في هذا الشوط ولا الثالثه يا بخيت، النقطه الرابعه ولا الثالثه لفهد بن سيف الخيارين ولغانم بن سيف الخيارين. اذا النقطه الرابعه، تهانينا للمحترف، تهانينا لغانم بن سيف الخيارين على هذا التميز، تهانينا على هذا الابداع، تهانينا على هذا التالق. كفيت ووفيت يا فهد بن سيف يا المحترف، يا تهانينا لمالكها غانم بن سيف الخيارين. اذا يتالق هذا الشعار في هذا اليوم وينتزع النقطه الرابعه في هذه الفتره الصباحيه. تهانينا والناموس ما احنا احتلنا، اقلعت الكايد نحو الناموس، نحو الابداع، نحو التميز، نحو الاندفاع. الله يا الكايده، الكايده مع الصداره، مع المقدمه لسعاده المحافظ سليمان بن حمد ال جبريل. محمد بن بخيت الزعيري هو من يقود هذه الكايده بالاندفاعه وبالمقدمه. يسعد صباحك يا اخوي محمد، يسعد صباحك يا ابو جاسم على انطلاقه الكايده واندفاعتها الى خط النهايه معلنه الفوز والناموس وباعثة السلامات إلى المملكة العربية السعودية وإلى محافظة بقيق لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين مع محمد بن بخيت الزعيري المركز الثاني. وشهبار لفهد بن سيف الخيارين ولا لغانم بن سيف الخيارين. اللحظات الأخيرة 300 متر، اللحظات المثيرة. شهبار 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 وجميلة، شهبار وجميلة، يا سلام جميلة جميلة جميلة، طارت جميلة تتحرك وشهبار المعركة طاحنة. شهبار شهبار وجميلة، شهبار وجميلة، جميلة وشهبار، جميلة 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 مشاهدينا الأعزاء وشهبار. اللحظات الأخيرة جميلة تنتزع هذا الشوط. سلام العوينة، سلام سلام بمنصور، سلام يا سلام على هذه الانطلاقة. إذا مشاهدينا الأعزاء غانم بن منصور الخيارين مع جميلة ينتزع هذا الشوط الختامي. تهانينا ونموس المركز.